مصطفى من رأس الخيمة يقول: أنا معتاد على صيام الاثنين والخميس، هل لو صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس آخر يوم من أيام شعبان أصومه؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة. من كانت له عادة يعني مثل حضرتك بارك الله فيك تصوم الاثنين والخميس، ثم وافق أن يوم الاثنين هو اليوم التاسع والعشرين من شعبان، يجوز لك أن تصومه ولله الحمد والمنة.